السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخواني اخواتي. نحن اليوم ماخذكم معايا على ملاقار مون بارناس كي تشوف ا باري 14ام فير انتر لو 14ام لو 6ام اي لو 8ام. فوالا اخواني اخواتي المكان جميل جدا، مع كان عندي غرض هنايا قلت نوريكم يعني هذا المكان الرائع، من اكبر المحطات الطرقية الموجودة في باريس. فوالا من بين المحطات الطرقية الموجودة في باريس كما كتشوفوا كاين أشياء جميلة هنا، محطات بوتيكات كما كتشوفوا كاين بزاف ديال لي بوتيك هنا معروفين دي مارك، وكاين دي مارك يعني وكاين دي مارك معروفه وكاين دي مارك اللي هي ان بو شويه ما مش معروفه بزاف. هنا فين كاين ترانات، هنا فين كاين لي تران لي غران لين اون فيت ديال لي غران لين اون فيت كوم فوي. Thank you.
est à la gare Montparnasse. Comme vous voyez exactement. Là, c'est la tour Montparnasse qui est connue. On est bien à la gare Montparnasse. Vous allez voir la gare de l'intérieur. La gare Montparnasse. Voilà. Nous arrivons à la gare Montparnasse.